اهلا بيكم، هنتكلم النهاردة عن فيلم المغامرة والاثارة ماجدي جون يونج، وهو من اصدار سنة 1998. لكن قبل ما نبدأ صلي على سيدنا محمد، ولو انت لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جاية. بيبدأ الفيلم مع بنوتة اسمها جيل مع امها في الغابة، وكانوا بيصوروا القرود والغوريلات، وساعتها قرب غوريلا صغير اسمه جو من جيل، وامها زعقت لها وقالت لها تعالي هنا. بيرجعوا على البيت والدنيا بتليل، ولما كانت امها بتنيمها بيجي واحد اسمه كويلي ويقول لامها تعالي بسرعة، وبتعرف منه ان في مجموعه من الصيادين الغير شرعيين موجودين في القريه وعايزين يصطادوا الغوريلات دول. بعدها بنشوف امها وباقي الناس بيتحركوا علشان ينقذوا الحيوانات دي، وساعتها جيل بتروح وراهم. بيقدر واحد من الصيادين انه يقتل ام جو، وكان عايز يخطف جو بس جو عض وجري، وهنا جيل قابلت جو، وبسبب اللي حصل ده الرجاله بتهرب. وبعدين تيجي ام جيل وتعرف بنتها ان ام جو ماتت من الصيادين، وبنشوف ام جيل هي كمان اتصابت بطلقه وللاسف بتموت. بتمر 12 سنه وبنشوف واحد اسمه اوهارا بينزل من العربيه يقابل واحد اسمه بندي وبيقول له انا جهزت لك 6 رجاله وثلاث عربيات زي ما طلبت. وبنعرف ان الرجاله دي عندها خبره في تعقب الاثر علشان يعرفوا مكان اي حيوان. بندي بيقول له احنا هنروح فين؟ قال له للجبل ده. قال له ده في هناك اسطوره بتقول ان في حيوان عايش هناك اي حد بيروح عنده مش بيرجع تاني. بيروح مع الرجاله وبعد شويه بيقدروا يصطادوا فهد، واوهار بيروح مديله حقنه وبعدين يقول لهم خرجوه من القفص. ولما كانوا واقفين ظهرت قدامهم حركه غريبه في وسط الشجر، وساعتها بتطلع الغوريلا دي. بدل ما يجروا بيفضلوا واقفين ماسكين نفسهم، وساعتها الغوريلا بتشيل الجزء العلوي من القفص وبتخرج الفهد. وهار بيقول للرجاله ضعف اجركم 3 اضعاف وتعالوا نلحق بيها، وبيقول لهم محدش يضرب عليها مخدر، انا عايز عين الدم بس. وساعتها واحد بيضرب مخدر والغوريلا بتدمر عربيته. حاول واحد من الرجاله انه يمسكها بسلسله حديد مربوطه في العربيه، وكانت الغوريلا بتجر العربيه في وسط الاشجار، وحس وهار ان دي الفرصه المناسبه انه ياخد عينه الدم، بس الغوريلا كانت هتقطع رقبتهم بالسلسله. وساعتها الغوريلا بتحرر نفسها وتهرب، ولما جت الرجاله تمشي وهار قال لهم امشوا انتوا انا هروح وراها. الغوريلا بتهجم عليه، وبعدين بتيجي بنت بنعرف بعد كده انها جيل، وبتقول للغوريلا تسيبه لحد ما بيصحى بيلاقي نفسه في المستشفى. لما بيقول اوهار للدكتور انه شاف واحده في الغابه مع الغوريلا، الدكتور بيستغربه وبيقول له انت لازم تتعرض على دكتور النهارده علشان تعرف تمشي من هنا. بتكون جيل فاكراه واحد من الصيادين غير الشرعيين، بس الراجل ده بيقول لها انه شغال في محميه في كاليفورنيا، وساعتها اوهارا بيشوفها معاه. بتروح جيل للغابه وبيروح اوهارا وراها، وبتوصل لمكان كده وساعتها بتصفر وبيطلع لها الغوريلا، وبتقول لها احنا متفقين ما تظهرش قدام حد تاني علشان ده خطر عليك. وبعدين كان اوهارا عمال يصورها، بتحاول تلعب معاه استغمايه وبتلاقيه بسهوله. ولما بيجي دورها وهي بتستخبى جو بيشوف اوهارا وكان هيقتله، بس جيل بتهديه وبعدين بتقول له امشي من هنا انت. بتتكلم معاه وبيقول لها انا عارف انك بنت الدكتوره وانا هنا علشان اساعد وعايز احمي جو. فبتقول له ازاي؟ بيقول لها هيتحط في محميه طبيعيه بعيد عن الصيادين. فبتقول له يعني هيبقى محبوس؟ فبيرد وبيقول لها احسن ما يكون في خطر. فبتقول له هو في خطر طول ما اللي زيك عاوزين يوصلوا ليه. بنشوف واحد اسمه ستراسر عنده محميه طبيعيه بيرعى فيها الحيوانات، وساعتها بيتصل بيه بندي وبيقول له انا شفت غوريلا كبيره قوي وضخمه وعايزك تاخدها، بس ستارسر ما صدقهوش وقفل في وشه السكه. بنشوف جيل وهي بتتخانق مع واحد من جماعه الصيادين وبتقول له انا قلت الصيد هنا ممنوع. وبعدين كويلي بيحاول يهديها، وبعدين بيقول لها انت امك حاولت كتير وماتت في الاخر وانا عارف اللي الامريكي طلبه منك، وحاولي تفكري في كلامه. بتخرج جيل وبتقابل اوهارا وبتقول له انا موافقه، وساعتها بتفكر ازاي تضمن ان كلامه مش هيكون كذب. ساعتها قالت انا عايز اكون انا المسؤوله عن جوف المحميه، وبيوافق. وبعدين بتقول له انا مش هصدقك الا لما تتقرص من عنكبوت معين هيخليك تسخن وتهلوس، ولو في اي نيه جواك غير اللي بتقوله انا اعرف منك الحقيقه وانت بتهلوس. وبعدين بيقرروا يتحركوا على الغابه بسرعه علشان يخبوا القرد في اسرع وقت قبل ما الصيادين يوصلوا ليه. بعد كده بيركبوا العربيه وبيحطوا جو في الشاحنه لحد ما يوصلوا للمحميه اللي اوهارا قال لجيل عليها. لما كان في الشاحنه كانوا عايزين يخدروه، بس جيل بتقول لا انا مسؤوله عنه سيبوني انا هتصرف معاه. ساعتها جو كان خايف، بس جيل فضلت تهديه لحد ما نزل من العربيه في النهايه وكانت عايزه تخش معاه، بس المسؤول قال لها مش هينفع انا مسؤول عن المكان ده وكده غلط. بعد كده تاني يوم بيجي رئيس مجلس الاداره علشان يشوف جو الضخم ده، وساعتها بيدخل ليه هاري. بعدها بيتعمل جهاز انذار وبتجري جيل مع اوهارا، وساعتها بيشوفوا جو خايف من هاري وعمال يهجم عليه، وكان الكل فاكر انه بيهجم على هاري، بس جيل فهمت انه بيلعب معاه الاستغمايه. ولما اليوت رئيس مجلس الاداره بيشوف كده بيفرح من جيل وبيقول دي لازم تشتغل معانا هنا. بعد كده بنشوف ستراسر بيتفرج على التلفزيون وبيشوف الغوريلا جو، وبيعرف ان كلام بنتي صح وبيفتكر ان ده القرد الصغير اللي كان عضه في ايده زمان وقطع صباعه، وساعتها بيقول جه وقت الانتقام. وبعدها بيجي واحد يحاول انه يعصب جو، وساعتها بيحرك السلسله اللي معاه دي، ولما الغوريلا بتسمع صوت السلسله بتتعصب لحد ما بتجري وبتخبط في سلك الكهرباء وبتتكهرب. بتكون جيل مع اوهارا بره في مطعم سهرانين، وبيجي لها رساله ان جو خارب الدنيا ولازم ترجع علشان تهديه وتفهم فيه ايه. بعدها جيل بتتكلم مع الراجل ده اللي كان منظم حفله وبتقول له جو مش كويس وتعبان، اجل الحفله دي شويه، بس هو بيرفض. بتخرج من عنده تقابل استراسر اللي بيقول لها انت شبه امك قوي، وساعتها
بيقول ان عنده محمية اكبر من دي. بالليل في الحفلة بيروح مع الراجل اللي معاه يهددوا الغوريلا وبيقعدوا يخوفوها، وساعتها بتتعصب لما بتفتكر كل حاجة، وبتبدأ الحفلة وبيحاول المدير انه يقدم جو لكل الزوار، وساعتها بيخرج عن السيطرة، وكانت جيل بتحاول تسيطر عليه بس مش عارفة لانه عاوز ينتقم من ستراسر، والكل بيضطر انه يرمي عليه حقن مخدرة قبل ما يقتل ستراسر، وكل الاعلام كان بيتكلم عن الحادثة، وساعتها فضلوا حابسين جو في اوضة من الاسمنت علشان ما يخرجش. هاري بيتكلم مع جيل وبيقول لها انه هيفضل كده فترة، وبتقول له ده رافض الاكل وهيموت، وهو بيقول لها مفيش حاجة في ايدينا. بالليل بيعملوا فيها دكاترة وبيدخلوا يخرجوا جو من القفص ويحطوه في الشاحنة علشان يهربوا بيه، وهورا مش بيروح معاها بس ستراسر هو اللي بيعمل كده على حسب ما كان قالها وكان بيضحك عليها. بيجي اتنين من اللي شغالين في المحمية وبيقولوا احنا لقينا الحاجات الغريبة دي، وساعتها بيعرف اوهارا ان دي حاجات صيادين غير شرعيين، وبيركب العربية وبيجري ورا ستراسر، وهي في الطريق بتاخد بالها ان صباع ستراسر مقطوع وبيقول لها ده من وحش زمان. بعدها بتاخد بالها بعربية بتجري وراهم فيها اوهارا، وهنا بتفهم ان في حاجة غلط وان ستراسر قاتل ونصاب، وبتجري منه وبتقع من الشاحنة. بعدها الشاحنة بتتقلب بيهم بسبب حركة جو اللي بيخرج منها وبيجري وسط الناس في الشارع. بتوصل جيل الشاحنة وبتعرف انه خرج منها وهرب، وكانت عايزة توصل له قبل ما الشرطة يقتلوه. بيجري جو من الطيارات اللي بتطرده، وساعتها بينزل تحت كوبري وبيستخبى من الطيارات وبيقدر انه يكمل طريقه. عند الملاهي دي في كشاف كهربا ضخم، وجو كان فاكر ان جيل بتنادي بالكشاف ده علشان كده هو عايز يروح هناك. بتوصل جيل الملاهي وبتدور على جو، وكان ستراسر عايز يخدرها علشان محدش يعرف يسيطر على جو والشرطة تقتله، بس الراجل اللي معاه ما خلاهوش يعرف يضربها وينشل عليها، وكان في حريقة كبيرة في الملاهي، وكان ستراسر خلاص هيقتل جيل، بس جو جه في اخر لحظة وانقذ حياتها من ستراسر لحد ما الشرطة جت. وبعدها جو رمى ستراسر على اسلاك الكهرباء ومات، وساعتها الشرطي طلب القناصة يجي بسرعة. بعد شوية جو بيشوف واد متبقي في لعبة الساقية مش عارف ينزل، وجو بيتحرك ناحيته، وساعتها جيل بتشوفه وبتعرف انه عاوز ينقذ الواد، وبسبب شجاعة جو في الموقف ده رجالة الشرطة قرروا انهم ما يضربوش نار عليه، وبيطلع جو للولد في الاخر وبياخده، بس بسبب الحريقة والوزن التقيل الساقية بتقع بيهم، وجو بيقع على الارض بعد ما انقذ الواد، والحمد لله بيقدر انه ينقذ الواد بس ما كانش بيتنفس ولا بيتحرك خالص. وبعدين بنعرف انه كان فاقد الوعي وبيفوق، والناس علشان تشكره بتلم ليه تبرعات وبيعملوا بيها محمية طبيعية بتاعتهم علشان يحموا فيها الحيوانات، وبتقدر جيل تحقق حلم امها وتحافظ على حياة جو من الموت. وبيخلص الفيلم على كده. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان لسه عندنا ملخصات نارية هتنزل. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.